أعزائي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مراكز وأبحاث. موجودين النهاردة داخل المركز القومي للبحوث من داخل قسم التغذية، هنقدم لكم مجموعة من النصائح فيما يتعلق بالصيام وأهم العادات الغذائية التي يجب اتباعها خلال هذا الشهر الكريم، وكمان هنتكلم عن العادات الغذائية الخاطئة اللي احنا المفروض نتجنبها. كل سنة وانتم طيبين، خلونا نبدأ ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. مشرفني في هذا اللقاء الأستاذ دكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا كل سنة وحضرتك طيب. بما أننا في الشهر الفضيل، كنا عايزين نتكلم عن يعني مكونات مائدة الإفطار النموذجية. والله هو الإفطار بتاعنا إفطار مفروض كما جاء في القرآن الكريم وكما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. الإفطار في رمضان بيكون على مرحلتين. المرحلة الأولانية اللي هو دايما وحسب توصية منظمة الصحة العالمية ان احنا دايما ناخد الأغذية السهلة والسريعة، سهلة الهضم وسريعة الامتصاص. فبناخد السوائل وبناخد العصائر الأول، وبعدين ناخد الأغذية الصلبة شوية. فأفضل حاجة بنفطر عليها طبعا بعد ما نشرب المية، بنشرب بناخد منقوع التمر في المية منقوع التمر في الحليب. والتمر بيمتاز بحيدة عوامل، بيمتاز بحاجات كتير قوي. بيمتاز بأنه بيحتوي على سكريات أحادية وسكريات ثنائية، والسكريات دي بتبقى سريعة الامتصاص، فبتصل في خلال دقائق إلى الدم، ومن الدم بتصل إلى المخ، فبتزيل التوتر العصبي اللي عند الصائم، وبتشعره بالهدوء وبتديله الطاقة والحيوية حتى ينتعش يعني. بالإضافة إلى أن التمر يحتوي على البروتين، قد تصل إلى نسبة البروتين فيه إلى 2.1 جرام، يحتوي على ألياف الغذائية، والألياف الغذائية دي مهمة جدا، قد تصل نسبتها إلى 2.4 ألياف غذائية زائبة، ألياف غذائية غير زائبة، وبتقي الجسم من حدوث الاضطرابات، بتقي الجسم من حدوث الإمساك، وبتجعل الإنسان بتشعره بالشبع، وبالتالي لا يتناول كمية كبيرة من الغذاء اللي بتؤدي إلى حدوث السمنة وزيادة في الوزن. خدنا شربنا مية، وبعدين خدنا منقوع التمر في المية أو منقوع التمر في الحليب، وبعدين ناخد طبق صغير من الشوربة، ممكن شوربة مكرونة شعرية، ممكن شوربة لحوم، ممكن شوربة عدس، ممكن شوربة خضار، وشوربة الخضار دي مهمة جدا. الطبق الصغير ده اللي أنا باخده من شوربة الخضار بيقلل السعرات الحرارية اللي أنا باخدها بمقدار 150 سعرة حرارية أو 150 كالوري، ودي بتبقى مهمة جدا. بعد ما بناخد الثلاث مكونات دول ممكن نقوم نصلي المغرب، وبعد صلاة المغرب بيبدأ الإفطار الرئيسي. بقى الإفطار الرئيسي بيبدأ طبعا بطبق السلطة، وطبق السلطة ده بتكون من العديد من الخضروات، زي مثلا الطماطم تحتوي على اللايكوبين، واللايكوبين ده بيكون مهم كمضاد، بيحتوي على العديد من مضادات الأكسدة اللي هي بتقي الجسم من العديد من الأمراض. بيحتوي على الخيار، والخيار بيبقى فيه نسبة مية تصل إلى 92%، والخيار بيبقى مرطب وطارد للسموم ومفيد جدا ومهدئ للجسم. ممكن بيحتوي على البقدونس، البقدونس من الخضروات المهمة جدا، يحتوي على مصدر عالي جدا من الفيتامين سي، قد يصل إلى 180 ميلي جرام فيتامين سي لكل 100 جرام بقدونس أنا باخدها، بالإضافة إلى تطهير المسالك البولية، بالإضافة إلى أنه بيساعد على امتصاص الأملاح المعدنية زي الحديد والزنك، بالإضافة إلى أنه بيزود الاستفادة من البروتينات الحيوانية اللي احنا بناخده. طبق السلطة ده بيسموه زينة المائدة. في طبق تاني بقى بعد ما باخده مع السلطة، اللي هو الطبق الرئيسي اللي بيحتوي على المكونات الحيوانية. طبعا هو بيحتوي على خضروات مطهية الأول، وبعد الخضروات المطهية في مصدر حيواني، ممكن أخد لحمة، قطعة لحم حوالي 150 جرام، أو أخد سمكة متوسطة، أو أخد ربع دجاجة، بحيث لأن الكمية البروتين، ياخد الكمية البروتين المناسبة، لأن الكمية الزايدة من البروتين لا يستفيد منها الجسم وبتخرج مع الفضلات، فأنا كده هيبقى فيه إسراف و
في عدم استفادة الجسم من المصادر اللي أنا باخدها. خدت أنا اللحوم، خدت منها بروتينات حيوانية عالية القيمة الغذائية، خدت الخضروات كنز الفيتامينات والأملاح المعدنية، أخذ العنصر الكبير اللي هو الكربوهيدرات، إما أخذ رز أو أخذ بطاطس أو أخذ سمبوسة أو أخذ مكرونة، أي مصدر من دول ممكن أخذه كمصدر للكربوهيدرات. كده أنا أكلت الوجبة الغذائية الكاملة بتاعتي. وممكن لا مانع أن أنا أخذ قطعة صغيرة من السمبوسة من الكنافة أو قطعة صغيرة من القطايف، أو ممكن أخذ الفاكهة. الفاكهة عندنا في فاكهة موسمية، إحنا في هذه الأيام عندنا الحمضيات برتقال يوسفي جريب فروت، ودي تتميز بارتفاع محتواها من فيتامين سي بالإضافة إلى الألياف الغذائية اللي فيها، بالإضافة إلى المحتوى العالي من المية. البرتقال بيحتوي على 87% مية هو واليوسفي، بينما الجريب فروت يحتوي لحوالي 91% مية. في عندي من ضمن الفاكهة الموسمية دلوقتي في فراولة موجودة في الأسواق، الفراولة دي بتحتوي لحوالي 90% مية وبتحتوي على حوالي 70 ميلي جرام فيتامين سي. في رمان، الرمان يحتوي العديد من العناصر الغذائية المهمة وبيحتوي على 85% مية ويحتوي على 50 ميلي جرام فيتامين سي. في عندي موز، الموز فيه تقريبا حوالي 74% مية وبيحتوي على عنصر البوتاسيوم، وعنصر البوتاسيوم ده مفيد انه بيخفض الارتفاع ضغط الدم المرتفع وبيؤدي الى الهدوء ويفيد الجسم كتير جدا. اعزائي المشاهدين كل سنه وانتم طيبين، وتابعونا ولكن بعد هذا الفاصل. اعزائي المشاهدين اهلا بكم، مشرفني في هذا اللقاء الاستاذه الدكتوره يسر كاظم استاذ التغذيه الطبيه بالمركز القومي للبحوث. اهلا بك يا دكتوره. اهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر واهلها كلهم بخير يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه. طبعا في البدايه يعني يا دكتور يسر، لو هنتكلم عن شهر رمضان، اول يوم كده في رمضان طبعا الناس فطرت وكل حاجه وبتاع، لكن احنا بنتكلم عن جزئيه ايه اللي انا اكله على مائده الافطار في رمضان، وترتيبهم ايه، ابدا بايه الاول واخلي ايه في الاول في الثاني والكلام ده كله. اتفضلي يا دكتور. الحقيقه انا يعني ايه، بما ان انا اقدر اتكلم على النمط بتاع حياتنا في رمضان، لان التوجه الجديد ان انا لما باجي اتكلم على التغذيه مش بتكلم بس انا باكل ايه، انا باكل ايه وباكله امتى وبنام ازاي وبتحرك ازاي واستعمل موبايلات قد ايه، اتعرض للشمس قد ايه. وبالتالي التغذيه بالنسبه لنا احنا ودي حاجه الحقيقه احب او اوصلها لكل حبايبنا في رمضان، ان رمضان فرصه ان احنا نحسن صحتنا كلها، بان احنا نحسن النمط الصحي بتاع حياتنا، مش بس النمط ان انا باكل ايه. طبعا انا هبتدي بان انا حضرتك بتقوله، طبعا هو احنا بنبقى صايمين مده طويله، وبالتالي لازم لما باجي اكل الاكل يكون بالتدريج، يعني ببتدي مثلا بالبلح، بمنقوع البلح بمية، ثم شوربة، ثم أروح أصلي، ثم أكل الوجبة الغذائية الأساسية بتاعتي اللي هي يفضل أنها تبقى فيها يعني خضار كتير، بقوليات. إحنا يعني العالم كله عنده أزمة غذاء عشان التغيرات المناخية، فدي فرصة بقى أن إحنا نقلل أكلنا شوية يا جماعة، وناكل أكل اللي مش مهم أن يكون كتير بس يكون صحي. يعني أنا بقوصي قدر الإمكان قللوا الأكل من بره، قللوا الدهون المهدرجة، قللوا أكل الحلويات، كله خضار وفاكهة وبقوليات. أكلنا المصري القديم، أنا من الناس اللي كنا ناكل الصبح الفول بالبصل ورغيف العيش، والظهر الأكل الأساسي مش لحوم، الأكل الأساسي كان الطبيخ، الطبيخ اللي هو الخضار، وبعدين العشاء ناكل الزبدة الزبادي ولا حتة الجبنة البيضة وطماطماية وخلاص على كده. إحنا للأسف النمط الغذائي عندنا أصبح مبالغ فيه، ودي دراسات معمولة إن بالذات القاهرة والجيزة، أنا مش عايز أحكم على بقية المحافظات، قد تكون المحافظات الأخرى لها وجه مختلف، ولكن إحنا عايزين في رمضان تبقى فرصة إن إحنا ناكل الأكل الصحي بس بكميات اقل، وده هنحافظ بيه على صحتنا في رمضان وبعد رمضان. فاحنا دلوقتي اكلنا اللي هو الوجبه الاساسيه مش لازم يكون فيها لحمه، مش لازم، احنا ممكن جدا البصاره والكشري والبقوليات دي من الحاجات اللي مليانه بروتينات، ولو حطينا جنبها بيضه
هتقولوا لي البيض غالي، معلش بيضه جنب الاكل خلال اليوم وشويه سلطه بقينا زي الفل. وبعدين السحور بتاعنا يعتمد اساسا، ممكن ناكل فول، ممكن ناكل زبادي. الزبادي اللي نعمله في البيت بيبقى اوفر بكتير جدا وصحي كتير جدا، لانه مليان البكتيريا المفيده اللي بتحسن الحاله المناعيه بتاعه الجسم. طبعا شرب الميه هو اهم حاجه، امتنعوا عن شرب الحاجات اللي فيها سكر كتير، ارجوكوا. السكر الكتير بيبوظ المخ وبيبوظ المزاج وبيبوظ الضغط وبيجيب السكر. يعني مش لازم نصرف في الاكل في رمضان، ودي فرصه ان احنا ناخد رمضان بمفهومه الحقيقي، ان احنا بنكون ارقى في التعامل وارقى في النوم وارقى في الحركه. الحاجه الثانيه المهمه جدا في رمضان النوم. احنا طبعا بنصحى الصبح مش قادرين نشتغل ومتعصبين وحالتنا صعب، ليه؟ اساسا علشان مش بس قله الاكل او قله الشرب، لخبطه الاكل ولخبطه الشرب، وكمان قله النوم. قله النوم دي كارثه عالميه، في مشكلة عالمية في ان الناس بتنام اقل، وده بسبب ازدياد استعمال الموبايلات. في دراسة بتقول ان كتر استعمال الموبايل وخصوصا في الفترة اللي قبل النوم بتخلي البني ادم مش قادر ينام، ولو نام بينام نوم مش كويس ومش عميق، وبالتالي مش بيؤدي الا الفايدة الصحية من النوم. النوم دلوقتي بيتكلموا عنه ان هو صحة النوم تساوي صحة الإنسان. يعني النوم الملخبط بيخلي الواحد يدخن، بيخلي الواحد متنرفز، بيخلي الواحد عصبي، بيخلي الواحد يجيله سكر، بيجيله ضغط، بيجيله مشكلة في الذاكرة. فأنا بوصي بالنوم. النوم بقى مش إن أنا أفضل سهران لحد ما أصلي الفجر وبعدين أنام، لا يا جماعة، إحنا عندنا فترة من مثلا من الساعة 10 من الساعة 11 لحد السحور اللي هي تقريبا هتبقى الساعة 3 4 5 ساعات، نحاول ننامهم قدر الامكان نوم هادي، وبعد ما نصلي الفجر نقدر بقى نصحى، قصدي نكمل النوم بتاعنا ساعتين ثلاثه، نقدر يومنا يكمل بصوره ايجابيه ونشيطه ومفيده. فانا بوصي بالنوم، ان احنا حتى في دراسه جديده بتتكلم على زي ما كنا بنتكلم على الصيام المتقطع له فوائده، النوم المتقطع له فوائده. يعني مش لازم اخد 7 او 8 ساعات نوم على بعض، لا، انا اقدر اخد 4 5 ساعات نوم في الفتره اللي هي قبل السحور واكمل في الفتره اللي بعدها. الحاجه الثالثه المهمه جدا 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 الحركه. انا مش هفضل نايم طول النهار وخلاص، لا، ده انا لازم اتحرك ان شاء الله ساعه قبل الفطار. دي احسن فتره ان انا اتحرك فيها، ان شاء الله الف حوالين البيت شويه، مش قادر امشي ان شاء الله في البيت من اوله لاخره، كل واحد حسب قدرته. يعني القليل احسن من الكتير، قصدي يعني القليل ما يمنعش ان انا اتحرك. يعني انا عندي مشكله في عضلاتي، عندي مشكله في حركتي، عندي مشكله ما عنديش مكان امشي فيه، كل واحد على قد ظروفه، كل واحد على قد ظروفه، والحركه مهمه. الحاجه الاخيره موضوع الموبايلات وموضوع التلفزيون الكتير في رمضان، رجاء بلاش تلفزيون كتير. التلفزيون الكتير بيأثر على المزاج، بيأثر على الترابط الأسري، بيأثر على نمو المخ، بيأثر على قدرة البني آدم إن هو يشتغل. كل حاجة تقنن بطريقة كويسة دي هتبقى مفيدة قدر المستطاع، إن احنا نقلل التعرض للموبايل، وبالتالي النوم هيكون أحسن، الأكل هيكون أحسن، النشاط هيكون أحسن. وفي النهاية كل واحد بيجتهد على قد قدرته، ولما بنجتهد بيكون أحسن من إن احنا ما نعملش خالص. وقليل دائم خير من إيه؟ كثير منقطع. وكل سنة وحضراتكم طيبين ودايما في خير. أعزائي المشاهدين، برحب بكم، يشرفني في هذا اللقاء أستاذة الدكتورة ضحى عبدو، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا يعني في البداية احنا بنقول لكل أعزائي المشاهدين كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يتقبل صالح الأعمال. لو هنتكلم يا دكتور ضحى عن أهم العادات الغذائية الصحيحة في شهر رمضان فيما يتعلق بالصيام. كل عام وحضرتك بخير والسادة المشاهدين كلهم بخير. طبعا رمضان هي فرصة للتغيير، فرصة للتغيير للأحسن وللسلوكيات صحية سليمة. فهنهتم في رمضان بأن احنا التغذية السليمة من خلال تناول الوجبتين الفطار والسحور زي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بيهم. يعني هنعجل الفطر، هيبقى الفطار على بلح، أو لو ما فيش هيبقى مية، شوربة،
المهم يبقى في حاجة خفيفة في البداية. هنقوم نصلي المغرب بعدها وبعدين نرجع نكمل فطارنا. فطارنا هيبقى طبق الشوربة ده أساسي أيا كان نوعها، مع نوع من الخضروات أيا كان بقى، مطبوخ، خضار سوتيه، مع نوع من الكربوهيدرات يفضل إنها أو النشويات، يعني رز، مكرونة، عيش. المهم يبقى كل ما كانت الكربوهيدرات معقدة كل ما كان أفضل. هنبتعد عن الحلويات على قد ما نقدر، بلاش الحلويات في بداية الفطار، وياريت بلاش مشروبات غازية خالص في الفطار، ولا لو قدرنا ما نخليهاش خالص في خلال شهر رمضان يبقى أفضل، لأن المشروبات الغازية بترفع نسبة الحموضة وبتأثر على صحة العظم. فبالتالي كل ما كان الفطار على السنة، بلح أو بلح بلبن أو شوية لبن أيا كان المتاح عندنا، مش يعني كل واحد على حسب ظروفه، بس المهم نبقى الفطار صحي ومفيد. وجبة الإفطار هنحاول نوزعها ما بين بعد الفطار بعد ما نصلي المغرب على طول، وجزء ناخده بعد ما نرجع من صلاة العشاء وصلاة التراويح، لأن المهم إن احنا ما يبقاش فيه إحساس بالامتلاء شديد، بطن ما تبقاش مليانة، لأن ده هيدينا إحساس بالخمول والكسل. هنحاول نمارس نوع من الرياضة في خلال رمضان، ما ينفعش نقول احنا في رمضان وما بنعملش رياضة. طبعا مرفوض تتعمل الرياضة، وخاصة لو رياضة مرهقة وشاقة في أثناء الصيام عشان ما يحصلش جفاف، لا هنعملها بعد الفطار إن شاء الله حتى ولو مشي. وجبة الفطار اللي احنا بنقول هنقسمها دي، ياريت يكون فيها البروتين بتاعها متنوع ما بين بروتين حيواني وبروتين نباتي. طبعا نظرا للظروف الحالية هنركز على البروتين النباتي اكتر. فالبروتين النباتي هنحاول بقى نخلي البروتين النباتي جاي من مصدرين مختلفين، يعني بقوليات وحبوب، علشان احنا يا دكتور عايزين ننوع، يعني يبقى اكتر من مصدر فيما يتعلق بالبروتين. ايوه، ما هو اكتر من مصدر، بس هو ما ينفعش مثلا ان انت تقول انا هاخد مصدر حيواني ونباتي في وقت واحد، لا، الافضل ان انت لو نظرا للظروف، يعني هنحاول نخلي المصادر النباتيه هي الاكتر لان ده الظروف المتاحه، وممكن الاسماك، الاسماك برضو هتبقى جيده لانها خفيفه والامتصاص بتاعها جيد ومن البروتينات المشبعه. فالبروتين النباتي هنحاول ندمج ما بين البقوليات والحبوب في نفس الوقت، يعني زي ايه، ابسط حاجه لينا الكشري، كشري بعدس اصفر، بيبقى عدس ورز، الرز والعدس الاثنين واحد بقوليات وواحد حبوب، فالاثنين مع بعض بيدونا البروتين المتكامل اللي هو مشابه تماما للبروتين الحيواني. هنحاول ان طبق السلطه يبقى بتاعنا متكامل وفيه كل الالوان على قد ما نقدر، لان كل لون ربنا خلقه في خضار وفاكهه ليه وظيفه وليه فايده. هننوع في المصادر المختلفة، هنهتم بالخضروات الورقية دي مهمة أساسية لأنها تبقى مصدر للمية عالي، زي الجرجير والخص والحاجات دي، والخص والكابوتشا وكل الأنواع دي، لأن دي مهمة جدا لأنها تدينا كمية فيتامينات وأملاح معدنية، هتدينا ألياف، هتدينا مية. احنا مهم قوي ان احنا ناخد كمية مية كافية من الفطار لغاية السحور علشان ما حدش يحس بالعطش ولا بالجفاف. في وجبة السحور هنهتم في وجبة السحور ان احنا ناخد، لو خدنا خضروات وفواكه هناخد الحاجات المهمة اللي بتحتوي على بوتاسيوم ومغنيسيوم. مهم ليه البوتاسيوم والمغنيسيوم؟ عشان هيقلل لنا الإحساس بالعطش، هيخلينا نقدر نصوم من غير ما يبقى فيه مشكلة في العطش. هنشرب كمية مية كافية، هناخد طبق السلطة ده أساسي برضو في السحور، هيبقى معانا الطبق الرئيسي المصري بالنسبة لنا الفول ده أساسي. الفول مع العيش هيبقى كده احنا واخدين بروتين نباتي متكامل، فول وعيش. يعني دكتور ضحى، بما اننا بنتكلم بقى عن دلوقتي انتقلنا من الافطار للسحور، ايه اهم المكونات الغذائيه اللي ممكن تبقى غنيه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم؟ من اهمهم البلح والمول والتين المجفف، والتين المجفف والمشمش، هي الاكتر المشمش، دول مهمين جدا. ويمكن طبعا المتاح بالنسبه لنا كلنا، يمكن التين المجفف التين والمشمش المجفف غاليين شويه، فهو المتاح بالنسبه لنا وسعر مناسب للجميع. البلح موجود هيبقى ان شاء الله باذن الله يعني في كل بيت عشان الفطار، فهيبقى سهل جدا ان احنا في السحور لو خدنا ثلاث بلحات هيبقوا كافيين جدا، او صباع موز، ده هيدينا احساس بالشبع وفي نفس الوقت هيبقى فيه كميه بوتاسيوم كافيه تخلينا ما عندناش احساس بالعطش. زي ما قلت لحضرتك احنا هنهتم ان طبق يبقى عندنا في السحور الزبادي، الزبادي اساسي. طبعا لو عندنا كبار سن هنهتم باكلهم كويس قوي، لان هي الناحيه الصحيه بالنسبه لهم ده بعد استشاره الطبيب، لان ما ينفعش ناخد قرار صيامهم
خاصة لو عندهم مشاكل صحية سواء أمراض سكر ضغط قلب، لازم الطبيب هو اللي يقرر هو هيصوم ولا مش هيصوم، ولو صام الطبيب قرر إنه هو هيصوم لازم هنبقى متابعينه، لأن إحنا عارفين في تغيرات بتحصل مع كبر السن، الإحساس بالعطش بيقل، الإحساس بالجوع بيقل، ممكن تحصل في بعد الصيام لأسبوعين، الأسبوع الثالث بيبقى فيه حالة من الدوخة والإرهاق، فلازم نبقى متابعينه جيدا. ناخد بالنا ان سواء المطبخ او الحمام ما يبقاش فيه مية في الارض علشان من لا يصاب انه يحصل له انزلاق على الارضية ويحصل له كسور، لان الكسور في كبار السن بتبقى صعبة وعلاجها بيبقى جديد، وبعض الاحيان لا قدر الله ممكن تسبب مشاكل على المدى البعيد. يعني هو الاصل بالنسبة لنا بالنسبة لكبار السن موضوع التغذية. طيب في حاجة يعني عايزين نتكلم عنها، جزئية شرب المية. طبعا في شرب في رمضان السحور بقى الناس بتقعد تشرب كميات مية كبيرة جدا في السحور، احنا عايزين نعرف من حضرتك هل ده مفيد فعلا ان انا اشرب في السحور كمية كبيرة جدا من المية، ولا انا المفروض انوع المصادر الخاصة بالمية طول فترة اللي هو الافطار بعد الافطار؟ لا، هو احنا مش هنشرب كمية مية كبيرة جدا في السحور، لان دي هتدينا اجهاد للمعدة ومش هنستفيد منها، انما الطبيعي ان احنا نوزع المية سواء كانت مية مية او مية وعصائر وفواكه طبيعية، يعني احنا بناخد المية من مصادر مختلفة، بس هنبقى حريصين ان احنا نشرب يوميا على الاقل من الفطار لغاية السحور من 6 ل 8 كوبايات مية، ده للشخص اللي هو بياخد مشروبات اخرى، انما لو ما بيشربش غير المية لا يبقى على الاقل من 8 ل 10 كوبايات. هنبقى موزعينها في خلال الفترة من الفطار للسحور، انما مش ناخد كل المية في السحور لان دي مجرد هتملى البطن وعبال الصبح هيكون خلصها، سواء عرق سواء عملية إخراج طبيعي خلال البول، لا احنا هنوضع المية بحيث ان الجسم يستفيد منها، الخلايا تتشبع بالمية مش المعدة تتملي مية وبعدين تطردها، يعني المهم ان الجسم هو اللي يبقى عنده حالة من الرطوبة، وده بيبقى مهم جدا للأم المرضع وللأم الحامل انها تاخد كمية مية كافية، وطبعا لكبار السن ولينا كلنا، لان احنا كلنا الجفاف في رمضان دي مشكلة، هنحاول على قد ما نقدر ما نتعرضش للشمس عشان نحتفظ على المية اللي موجودة في جسمنا، ما نمارس رياضة شاقة في خلال فترة الصيام نفضل انها تبقى بعد الافطار، فهي عملية توزيع المية ده مهم جدا ما نخليهاش في فترة السحور فقط. طب دكتور دوحة في جزئية برضو عايزين نتكلم عنها، موضوع الناس كتير مثلا ممكن يجي لهم انواع من الهبوط في اثناء الصيام، في حد يقول لك ايه لا ده انت ما كل في حاجة فيها ملح او املاح، هل الكلام ده حقيقي ان الواحد فعلا لازم يبقى الوجبة زي المخللات والكلام ده كله، هل ده فعلا بيبقى مفيد للجسم؟ لا، المخللات مرفوضة تماما في رمضان، لاني خاصه كمان لو الشخص ده من الناس اللي هي ضغطها بيترفع بسرعه، الاملاح مرفوضه تماما لانها هتزود احساسنا بالعطش، خاصه الناس اللي بيحطوا طبق الترش في السحور ده مرفوض تماما، يعني يفضل ان احنا نحط طبق السلطه بداله. طبق السلطه هيبقى فيه كل العناصر الغذائيه المختلفه، فيتامينات واملاح معدنيه والياف وميه، فهيبقى مفيد، وبرده هيبقى فيه نسبه من الكربوهيدرات، فده هيبقى مفيد بالنسبة لنا، إنما طبق المخلل هيرفع الضغط، هيزود الأملاح، هيخلينا عندنا إحساس بالعطش شديد جدا، فده مرفوض تماما. طيب جزئية بقى مهمة، موضوع المشروبات المحلاة، في ناس متخيلة إن هو أما أنا أشرب حاجات فيها سكريات كتير ده بيديني طاقة بحيث إن أنا أقدر تاني يوم إن أنا أواصل عملي وإن أنا أنزل الشغل والكلام ده كله، عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور ضحى فكرة المشروبات المحلاة نفسها سواء على الفطار أو على السحور. المشروبات المحلاة مرفوضة، هنحاول على قد ما نقدر نقللها، نخلي المشروبات فواكه طبيعية أو خضروات، في بعض الأحيان ممكن نعمل عصير خضروات، عصير جزر، عصير تفاح، عصير خيار، في بعض الأحيان ممكن تعمل ميكس ما بين خضار وفاكهة زي الجزر بالبرتقال. هنحاول لو حتى أنا عايزه ما بحبش طعم الحاجة لوحدها وعايزها محلاة يبقى هستخدم العسل النحل، إنما هستخدم عسل النحل للتحلية، انما السكريات البسيطه اللي هو السكر العادي بتاعنا ده لا مشكله، لان احنا عارفين ان السكر الابيض والدقيق والملح من اعداء الانسان، يعني يعتبروا من السموم الثلاثه، تصنيفهم الحالي من السموم الثلاثه، الثلاثه بيرفعوا بيزودوا الجسم وزن الجسم، يعني هنبقى عندنا اوبستي هيرفعوا الضغط، فبالتالي هنبعد عنهم، هناخد المشروبات المشروبات بشكل طبيعي ما فيهاش مشاكل، الخضروات والفواكه، بس هنحاول انها تبقى مشروبات طبيعيه غير مضاف لها اي محليات، ولو في تحليه يبقى من خلال العسل النحل، علشان كمان السكر كتير هيزود الوزن وبرده هيزود في السحور هيخلينا نحس بالعطش، يعني حتى السكريات اللي هي الموجوده في المشروبات دي بتزود العطش مش حتى يعني لو هتيروا عطش او الكلام ده كله. لا هتزود الاحساس بالعطش.
طيب جزئية برضو مهمة يا دكتور بالنسبة لجزئية الكربوهيدرات اللي هي المعقدة. في ناس دلوقتي اتجاه دلوقتي في التغذية ان انا استعمل الرز الكامل، القمح الكامل، الشوفان، الكلام ده، حتى السكر البني. ايه رأي حضرتك يا دكتور ضحى في الموضوع ده؟ هو ده مهم جدا واتجاه صحي ومفيد جدا، لان احنا الحبة الكاملة بصفة عامة بتديني كل القيمة الغذائية للحبة، يعني هاخد منها فيتامينات واملاح معدنية، وهاخد منها الياف، وهاخد منها بروتين، لان هي عملية التبييض او التأشير للحبوب هي انت بتشيل الجزء الاساسي اللي محتوي على الفيتامينات والاملاح المعدنية. فانت ما بتاخد الحبة الكاملة دي بتبقى حلوة جدا، لانها بتعمل اديك احساس بالشبع، وده مهم جدا. عملية خروج السكر منها اثناء عملية الهضم بيبقى بسيط وعلى درجات متفاوتة، يعني بيقعد فترة طويلة، ما بيرفعش السكر بشكل عالي قوي، يعني السكريات البسيطة، لأن انت مثلا لو خدت كوباية ليمون وعليها 4 معالق سكر، كوباية الليمون اللي عليها 4 معالق سكر دي هترفع لك السكر بشكل كبير قوي. وبعدين السكر ينخفض فتحتاج تبقى عايز حاجة مسكرة تاني. لا، الخضر الحبوب الكاملة بيبقى خروج السكر منها بطيء، لان بتاخد وقتها في الهضم، فبتديك احساس بالشبع، وفي نفس الوقت معدل ارتفاع السكر بتاعها في الجسم نتيجه تناولها يعني بيبقى بطيء، فبالتالي بتديك الجسم بيبقى قادر يتعامل مع السكر اللي بيتفرز فيه وبيبقى احسن كتير. طيب دكتور ضحى، لو احنا هنتكلم على جزئيه الانظمه الغذائيه، هل انا من خلال شهر رمضان ممكن واحد يحسن من نظامه الغذائي بحيث يفقد الوزن؟ تأكيد، لو احنا حافظنا على الاكل الصحي المفيد، طبق السلطه اساسي بيديك احساس بالشبع، هتمارس نوع من الرياضه الخفيفه ولو حتى المشي، مش هناكل بكميه كبيره، هنتحرك كتير، فبالتالي هيبقى عندنا ان شاء الله نخرج من رمضان وزننا اقل وحالتنا الصحيه والنفسيه احسن زي شهر رمضان ما ربنا محدده. واعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. بشكركم وبشكر فريق العمل، وعلى وعد باللقاء وحلقة أخرى من برنامجكم مراكز وأبحاث.